symptoms infectious disease. Simple subject, but it is an important subject. Infectious disease. سيبتم زي طبعا راح تاخذون انتم بالهيستوري بالكلينيكال براكتس يعني توصلون لغتات راح تاخذون هيستوري راح تاخذون سيمتومز و سيمتومز اوف افري سيستم بس انفكشس ديزيز بي سبيسيفيك سيمتومز والساينز اللي هي العلامات اللي تشوفها بعينك objectively تعرفون انتم السيمتومز هي الاعراض اللي هي المريض يشكيها يعني يسموها subjective feeling اما الساينز هي الفايندنجز اللي يشوفها الطبيب بعينه اثناء الاكزامينشن بالفحص فهي objective يعني عينيه فكل سيستم بي ساين اند سيمتومز طبعا قبل يمكن نعطيكم other systems مطينكم بيه signs and symptoms. The infectious disease as a system, COVID system, بيه signs and symptoms. Introduction to the signs and symptoms of infectious disease to start with fever. Most of the infectious disease presented as fever. So what is the definition of fever? نا طبعا ايش راح يحتاج انه الفيفر هو ساين نفس الوقت سيمتوم يعني سيمتوم المريض هم يجي يشكي لك كلها يشكي لك من عدم ونفس الوقت هو عباره عن ساين انه انت تفحص باي ثرموميتر التمبرتشر وتحدد هذا المريض فبرايل اور نوت فالديفينيشن اوف فيفر ممكن يعني يصير اكو مشاركه من عندكم ولا لا؟ نعم دكتور هي raised in the temperature of the body ايش قد يعني الليمت؟ 38 above 38 يس حتى تكون significant هي above 38 الفيفر بها two types according to the grade اكو لو جريد فيفر واكو هاي جريد فيفر فايضا يعني مو كافي انه تاخذ هذا المريض مثلا تقيس التمبرتشر تطلع عنده مثلا 38 38 ونص هاي انت قستها وعرفتها انه هي لو جريد بس بالهيستوري ايضا من يقول لك مريض فيفر لازم ترجع تقول له شنو هو الفيفر هذه هاي جريد او لو جريد فيفر فشنو السيجنيفيكانس انه المريض يعني نقول له هاي يعني تعرف انه هذا المريض هاي جريد فيفر يعني مثلا 39 39 ونص 40 هاي تعتبر ضمن الهاي جريد او 39 بينما من 38 الى 39 فتعتبر هذه من اللو جريد فيفرز اكو سيجنيفيكانس بالموضوع لو انا ودي دكتور اعتقد بالمانجمنت تختلف يعني دي تكون اكثر فيتال يعني الهاي جريد يعني مو فيتال خلينا نقول مو شرط مور سيريس يس مور سيريس يعني قصدي مثلا اكو قسم من الديزيز تجي لو جريد فيفر بس هي سيريس ديزيز واكو قسم معناتها تجي هاي جريد فيفر بس هي كيورابل ديزيز طبعا الفرق يعني انه مهم انه ناخذ هذا المريض عنده هاي جريد فيفر او لو جريد فيفر المهم بالدايجنوزز يعني قسم من الديزيزز تسوينا عاده نسوينا لو جريد فيفر سواء كان سيريس او نون سيريس فيعطيك انطباع عليه من على الاندرلاين كوز اوف ذا فيبرايل النس يعني مثلا هاي جريد فيفر لو هاي اذا ناخذ مثلا هاي جريد فيفر يعني شنو بالكم مثلا ديزيز سوينا هاي جريد فيفر يعني يوصل 39 و40 سنتيغريد نيومونيا رايت نيومونيا مريض يجي هاي جريد فيفر البيشنت يجي توكسيك سويتي زين وعنده يعني نسميها جنرال توكسيسيتي
يعني البيشن لوكس ال لوكينج زين. وطبعا اكو يعني شو اسمك انت حيدر؟ منتظر ساعه دكتور، منتظر ساعه اي اوكي. اذا الباقيين يريد يشاركون يصير عادي؟ نعم دكتور كلش عادي. زين، فاذا اخذنا الفيفر انه هذا هاي جريد فيفر لو جريد فيفر، ديوريشن اوف ذا فيفر از فيري امبورتنت. يعني هاو تو انالايز ذا فيفر هو يعني اناليسيس اوف سمبتوم. اي سمبتوم يعطيك اياه المريض لازم تسوي له شنو اناليسيس، وهي راح تاخذونها بالهيستوري بالكلينيكال براكتس. يعني مثلا اذا المريض قال لك عندي فيفر تسوي له اناليسيس مثلا هاي جريد لو جريد، وبعد وات ايلس ايش تقول للمريض؟ يعني ها هي مثلا يقول لك فيفر وانتهت القضية. اوكي جاي تسمعوني؟ نعم دكتور صوت كلش واضح. فالمريض ايضا من يقول لك فيفر ديوريشن اوف اي سمبتومز ينطيك اياها لازم تحدد وياها الديوريشن. فإذا كانت الفيفر is prolonged زين، تختلف عن إذا كانت الفيفر is of short duration زين. يعني كان مثلا إذا كان عند المريض فيفر أكثر من 3 أسابيع ومسوي له investigation، لأن the initial routine investigation كلهم بالمستشفى وبالعيادات وبالاستشاريات مسوي له ما واصلين الكوز، شو نسميها هاي الفيفر؟ فيفر prolonged، يعني prolonged فيفر أكثر من 3 أسابيع despite initial investigation there is no defined cause. تعرفونها fever of unknown origin. طبعا هذا حسابها fever of unknown origin او اسم الاخر لها pyrexia of unknown origin. طبعا هذا fever of unknown origin او PO او FUO هذه بيها موضوع كبير، يعني الورك اب مالته يختلف، الانفستيجيشن مالته تختلف، الديفرنشال دايجنوز مالته يختلف. بينما اذا كانت الفيفر اوف شورت ديوريشن مثلا فيفر اوف 1 ويك 2 ويك دايز هذه نعتبرها اكيوت فبرايل النس تسكمل بالانفكشس ديزيز. فاذا نعطي مثلا امثله على الاكيوت فبرايل النس، يعني واحد مثلا يجي يومين فيفر وهاي جريد فيفر والبيشن عنده هدك وارثالجيا ومايلجيا وكونستيوشنال سمبتوم او سيستميك سمبتوم. مثلا اكزامبل عليها، جاك مريض يجي يقول لك، اي واحد يشاركنا؟ الكومن كولد. لا قريب من الكومن كولد. الكومن كولد هو النزله مال البرد العاديه، اصلا ما تسوي فيفر حقيقه، الفيفر بها رير. هاي الكومن كولد هو راينوريا، البيشن عنده سنيزنج وهدك، هذا يسموه انفلونزا سندروم فلو. زين فلو يجيك المريض شورت ديوريشن، يعني مو مثلا واحد يجيك فيفر يعني لمده مثلا 5 أسابيع تقول عليه فلو، ها ماكو حكي. شوف يعني شلون الديوريشن مالت الفيفر بها كلينيكال سيجنيفيكانس، وتحدد لنا الدايجنوز، يعني تحدد لنا الديفرنشال diagnosis، تحدد لنا diagnostic possibilities. دكتور ممكن مصل and joint pain وتشلز يصير عندهم؟ اي وين يصير؟ صح يعني قصدك وين يصير؟ acute febrile illness. اي رايك، يعني هو مثل ما نقول احنا هسه راح نجيها احنا المصل وjoint pain هذه ضمن ممكن تكون ايضا ضمن symptoms of any infectious disease. بس الفيفر whether it is high grade low grade fever whether it is short duration acute febrile illness whether it is prolonged fever اللي هي without defined cause اللي نسميها pyrexia of unknown origin. زين مثل ما قلت انت مايلجيا وارثالجيا هاي شو نسميها symptoms يعني ويا الفيفر؟ هي الاسوشيتد symptom. يعني انت بالبيشن اللي هم يعني اجاك اكو suspicion of infectious disease infective disease اكو suspicion عندك انه هذا المريض عنده infection وخذت من عنده هيستوري طاق مثلا هيستوري مال فيفر اللي هو the most important symptom. زين
واخذت الاناليسس سويت مات الفيفر بديت بالهاي جريد فيفر لو جريد فيفر سبتمبر 40 بالاكزامينيشن يعني زين والديوريشن مات الفيفر والاسوشيت سيمبتوم اي سيمبتوم لازم ناخذها ناخذ يا الاسوشيت سيمبتوم شو تفيد الاسوشيت سيمبتوم مثل انت هسه قلت مثلا مايالجيا ارثالجيا مثلا جينيتورينري سيمبتوم مثلا فيفر وديسيوريا راح تختلف بالديفرنشال دايجنوز فيفر وديزنيا فيفر ان كف زين فيفر ان دياريا هاي شو راح تعطيك انطباع شو تفيدنا يعني نحدد الاسوشيت السيمبتوم مال مال وي الفيفر ليش ما نقول فيفر قبل المود دياجنوس دكتور دياجنوسس اي عافية دياجنوز وين يعني شنو بعد ديفرنشال دياجنوسس اي هو يسمونه الفوكس اوف انفكشن والانفكشن ديزيز بي فوكس يعني مين الاوريجن مالته البؤره مال الانفكشن وين صايره يعني جايه من الجينيتورينري سيستم يعني بايونوفايتس سيستايتس يوروفايتس بروستايتس لو جايه من الجاستروانتستاينال سيستم مثلا انترايتس لو جايه من البولمونري سيستم لنج يعني نيومونيا مثلا واضح اسمه فوكس اون انفكشن يعني مثلا اذا فعلا بناخذ فيفر مو فيفر قبل ناخذ فيفر والاسوشيت السيمبتوم وياها اللي هي من الادر سيستم حتى نحدد الاوريجن مال من مات الانفكشنز ديزيز مال انفكشن اكو ما يسمى مصطلح وهاي راح تاخذونه هواي يعني تسمعون بيه ولازم تاخذونه بالهيستوري يسموها سيستميك سيمبتوم سيستميك سيمبتوم شنو تعرفون هذا سيستميك سيمبتوم سامعين بها قبل يعني شلون اكو جينيتورينوريسس سيمبتوم شلون اكو جي اي كارديوفاسكولار بالمونري زين وسبيرتري يعني زين اكو سيستميك سيمبتوم اللي هي جنرال سيمبتوم الجنرال سيمبتوم هي السيمبتوم اللي هي تنطبق على كل سيستم يعني نون سبيسيفيك مو خاصه بسيستم واحد ولذلك لازم تاخذها باي سيستم تاخذها باي سيستم يعني تاخذها مثلا اذا اجاك كيس مثلا ريسبيرتوري ديزيز لازم تاخذ ويا سيستميك سيمبتوم اذا جي اي سيستم اذا جينيتورينري سيستم اذا كارديوفاسكولار اذا سي ان اس زين تاخذ ويا سيستميك سيمبتوم فهي جنرال سيمبتوم شنو إنه إذا واحد يقدر يعدد إنه ال systemic symptom؟ إيه واحدة من عتن من systemic symptom يلا دكتور النازية vomiting يعني هذا الحقيقة يعني هذا أكثر شيء دائما من نوزة وفومتنج أكثر شيء تجوي الجي آي تي هدك بعد أكثر مور تيبيكال مور تيبيكال أنسر هدك طبعا هو أول أول سمتم الجنرال سمتم هي هاي هسن جاي نحكي بيها هسن لوتش بيها جاي الفيفر فيفر هي تعتبر هذا السمتمز اللي هي ما انفكشيز ديزيز وتتس جنرال سمتم جنرال سيستميك فيفر ويت لوس انوركسيا فتيجابيلتي ان سويتنج اكسسيف سويتنج تحفظون حفظهم طبعا على ظهر قلب زين على قلوبكم تحفظون هذني كل سيستم يجيكم تاخذون عنده انه المريض يعني هسه راح تاخذون بالهيستوري ان متشيفكم لين وتنازل بين ضمن ال الهيستوري اكو ما يسمى ريفيو اوف سيستم تعرفونه يعني ريفيو اوف سيستم زين يعني اللي يغطي به كل سيستم بالبودي تاخذ من عنده سيمبتومز من ضمنها السيستميك سيمبتوم زين هذا ايتم وحده يعني شلون تاخذ الكارديوفاسكولار سيستم البلمونري سيستم اكو سيستميك سيمبتومز اللي هو تقول للمريض عندك فيفر عندك سويتنج عندك انوركسيا فتيغا بوليتي زين and weight loss very important weight loss يعني weight loss تعتبر significant symptom
طبعا هاي شنو راح اسوي لك ايضا يعني ناروينج بالديفرنشال دايجنوز. يعني اذا المريض مثلا عنده فيفر وويت لوس يختلف، اذا المريض اذا ما عنده اذا عنده فيفر وهيلثي مثلا هو زين، ممكن يكون سمبل فايرال انفكشن فيفر وما عنده اي سيستميك سمتوم اخرى مثل ويت لوس، بينما اذا كان عنده فيفر وويت لوس ايش راح يخلي ببالك؟ يعني مثلا فقد من وزنه خلال 3 اشهر 5% او خلال 6 اشهر 10%. زين الجي اي تي كان وزنه 70 صار 60 خلال 6 اشهر، ها اعتقد يعني الديزيز بالجي اي تي اسوسييتد بالجي اي تي اذا بالويت لوس. يعني هو صح ويت لوس كمان جي اي سمتوم مثل مال ابزوربشن وغيره، بس احنا اذا نحكي مثلا المريض اذا نربط الويت لوس بالفيفر زين. قبل ما اجاوبكم على هذا السؤال، طبعا اسالكم سؤال، هو الفيفر هل هو سمتومز اوف اونلي انفكشس ديزيز؟ يعني واحد اجيكم فيفر يعني بس تفكر بس بالانفكشس ديزيز؟ صحيح انفكشس ديزيز كومن كوز اوف فيبريل النس اوف فيفر، بس مو كل فيفر هو انفكشس ديزيز، مو كل فيفر هو انفكشس ديزيز. ان انا راح نرجع للموضوع، يعني شنو الكوزز اوف فيفر انفكشيس عرفناها، هو هذا موضوعنا مثلا اليوم صب الموضوع، بس انا عادي اكو مواضيع يعني ممكن نطلع عن الموضوع لانه مواضيع مرتبطه. يعني اكو نن انفكشيس يسمونها كوز اوف فيفر، نن انفكشيس يعني لا هو فايرال ولا فنجا ولا اي انفكشن، وسيريس كوز اكثر ممكن من انفكشن. روماتويد ارثرايتس فيري جود. يعني مثلا ايش نسميها هاي الديزيز؟ نسميها اوتوميون ديزيز، اوتوميون ديزيز بعدين راح تاخذونها مثل روماتويد ارثرايتس اصل اي ستيل ديزيز، بعدين راح تاخذون تعرفونها يو رايت. نسميها اوتوميون كونكتيف تيشو ديزيز، هذا كوز مال فيفر هاي انفكشيوس. بعد اذر كوز اوف فيفر اللي هو الانفكشيوس هايبر ثايرويدزم، فيري جود اكسلنت، اندوكرينوباثي هايبر ثايرويدزم ممكن يسوي لنا فيفر، ممكن يجي حتى فيفر اوف انون اوريجين. زين هذا من ميتابوليك يسمونه كوزز اوف فيفر. زين بعد من كوز مال فيفر اللي هو لازم ما تنخطي تشخص بسرعه ابدا، يعني ما 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 تاخر بيها، دائما تجيب بالك حتى بعد انت في شيء يجيب بالك راح يشخصه، بس اذا ما يجيب بالك شلون يشخص؟ ما يشخص، تخلي شيء بالك بوصلتي احتماليه تشتغل عليه، من تشتغل عليه ممكن توصل له. ممكن ديهايدريشن لا ديهايدريشن يعني ديهايدريشن شو لك فيفر؟ لا احنا قلنا هايبر ثايرويدزم واذر ميتابوليك مثلا ديزيز اوتوميون كونكتيف تيشو ديزيز يو ار رايت. مالجنس اللي ما تنسى ديابيتس، مالجنس ديابيتس لا ما عندنا تيجي فيفر الا ذا كومبليكيشن مال ديابيتس واحد، لا مالجنس انتبهوا لي لا تخربطون. مالجنسي، المالجنسي السي اي كارسينوما ساركوما هيماتولوجيكال مالجنسي، اكو سوليد مالجنسي واكو هيماتولوجيكال مالجنسي. مثل ايش الهيماتولوجيكال مالجنسي؟ مثل اللوكيميا سواء كان اكوت او كرونيك او لنفوم، يعني هذول يجون فيفر بس مو انفكشن. زين فالسوليد مالجنسي يجون فيفر زين، بس شنو الفيفر مالتهم؟ برولونج فيفر زين. فإذا المريض مثلا عنده فيفر وويت لوس راح يصير ديفرنشال دايجنوز يختلف روحا باتجاه مثلا باتجاه المالجنسي، المالجنسي ويت لوس زين. نرجع للفيفر هسه اللي هي احنا هسه نرجع للفيفر اللي هي انفكشيوس، بس انتم اهم شيء تحفظون السيستميك سيمتوم. الفيفر اللي هي انفكشيوس كوز انفكشيوس كوز نسوي لها اناليسز مثل ما قلنا بالان من انه هي هاي جريد او لو جريد فيفر، من ديوريشن مات الفيفر حتى نشوف هاي الفيفر اللي هي شورت ديوريشن اوف اكيوت فيبرال النس، لو هي برولونج ديوريشن يختلف الدايجنوز، لو هي انون اوريجين زين. بعد من ضمن الاناليسز هو الاسوشيتد سيمتوم، اي اسوشيتد سيمتوم كل السيستم تنشمل ويا الفيفر،
يعني مثلا مثل ما قلنا associated with genitourinary symptom, GI symptom or systemic symptom, other systemic symptom, يعني fever, weight loss, fever, sweating, fever, fatigability. يعني مثلا fever, sweating, يعني مثلا واحد عنده febrile illness, high grade febrile illness ويعرق بحيث يسمونه excessive sweating. Excessive sweating يعني مو sweating عادي, excessive sweating العادي عادي, هذا مو pathological. أي واحد من عندنا يتعرض حار يعرق زين, هذا بالعكس physiological, بس excessive sweating pathological. فإذا واحد جاك قصة temperature عنده fever والtemperature مالته عالية والمريض عنده يعرق من يعرق ينقع ملابسه يسمونه drenching, يعني drenching يعني غزيرة زين, يعني بحيث يعني ملابسه تتبلل من السويتنج زين, يسبح بالسويتنج درنشنج غزير يعني ينضح سويتنج. شنو هذا مثلا, شنو ببالكم كوز ديزيز عندنا احنا ممكن اندميك هو يعني مستوطن عندنا قديم بحيث هذا يعني لا تجاوبه معناته تعرف شنو السيجنيفيكانس انه تاخذ المريض عنده فيبر سويتنج او ما عنده, يعني اذا عنده فيبر سويتنج يختلف انه اذا عنده fever without sweating. فإذا fever ودرنشنج sweating شنو البوسيبلتي ممكن يكون؟ سامعين محمد مالطة؟ ألو؟ نعم دكتور. بروسيلوسيس سامعين بيها؟ بروسيلوسيس, بروسيلوسيس هي حمى البحر الأبيض المتوسط, العفو لا يعني ذي شيء FMF, حمى 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 مالطة زين. هذه حمى مالطة اللي هي مالطة فيفر الاسم الثاني لها, او بروسيلوسيس اكوت كرونيك اللي تجي من من تناول الحليب اللي هو غير مبستر او الجبن المحلي يسمونه الجبن العرب زين, وعندنا كم كلش زين. فايضا اذا ناخذ other associated symptom مو بس السويتنج, مثلا قلنا يعني associated مثلا جاك فيفر وكف وسبيوتام البيشن عنده والسبيوتام ازرستي سبيوتام مثل الزنجار يعني تروح مثلا باتجاه النيومونيا. اذا فيفر مثلا ودياريا زين والدياريا مالتها بلدي دياريا وفوميتنج ونوزي وابدومينال بين تروح باتجاه الاكيوت انترايتس او اكيوت كولايتس زين. إذا مثلا بيش نجاك فيفر وهدك وياها disturbed consciousness, disturbed conscious level, وين يروح ببالك باتجاه منه؟ لهذا ما تنخطي يعني, يعني disturbed conscious level يعني أو behavioral مثلا disturbance قام يتغير السلوك مالته, نو بيصير aggressive, نو بيصير apathic زين؟ CNS CNS مثل إيش disease CNS serious disease مايكروبي meningitis right أو encephalitis مو بس meningitis ويا نوبات سير meningitis يسمونه meningo encephalitis right هذا ما تنخطي زين. هذا يعني هاي ما تأخذها إلا يعني ما تلقف إلا تأخذ الأصوشيات السنتم ويل فيه مو في ورق قبل زين. تعرف انه الفوكس مال انفكشن بالسي ان اس, فمثل ما نعرف انه اكو فوكس مال انفكشن بالجينتورنري بالجي اي تي بالريسبيرتوري بالكاردوفاسكولار زين بالجوينت مثلا ارثرايتس سبتك ارثرايتس زين فيفر زائد جوينت بين جوينت بين ويا جوينت سوينج وتندرنس وفيوجن يصير بي يعني يصير بسوال ينتفخ الجوينت ويورم زين. very important انه المريض من تاخذ من عنده انه هيستيرمال فيفر انه تعرف هاي الفيفر هل هي responding to measures or not. شنو المجرز يعني شنو المريض من يصير عنده فيفر هم اهله هسه قبل ما يروحون للطبيب اهله شو يسوون له كماده يعني هاي الاشياء شلون كماده ماي بارد عاده كمادات يسموها سبونجي باد سبونج باد كمادات قبل بعض ورق كمادات شطونه ممكن هم من يوم شطونه خافض حرارة دكتور يطول ايه
طب حرارة اليوم السيف اللي أكثر واحد سيف متوفر شو يعطونه براستامول، يعطونه براستامول. هذه مهمة مو مهمة؟ مهمة. يعني تسألهم إنه هاي التمبرتشر مالته نزلت على الكمادات لو ما تنزل، وهذه الفيفر أو التمبرتشر مالته الهاي التمبرتشر تستجيب للأنتيبايرتيك مثل البراستامول. اكو بيها التمبرشر ما تنزل، تطيش قبل ما تطيب راسه ما تنزل، وما تنزل على الكمادات، لا على الكمادات ولا على البراسه ولا على اثنينهم، واكو بيهم بسرعه تستجيب. زين هاي تطيك بيها يعني بيها بيها امبورتنس يعني لو ما بيها، يعني تفيدك لو ما تفيدك هاي المعلومه من تاخذها من المريض. دكتوره تفيد يعني معناها هاي جريد ولونج ديوريشن يجوز يعني احتمال تكون؟ لا بالله هاي جريد اذا ما نزلت يعني على الكماده هاي قريب والله تاخذها من المريض نفسه وتقيس الحراره مالته وتعرف الدرجه مالته زين، بس اكو فيفر تلطش واكو فيفر لا، واكو فيفر بسرعه تروح على الكمادات او تروح وحدها او تروح على البراستامول او تروح على اذر انتي بايوتيك زي مثل بروفين. طبعا راح تعطيك انطباع عليه من الاندرلاين كوز، underline cause يعني مثلا ال underline cause مالت الفيفر is serious. زين مثل ايش؟ مثلا ال infectious disease اذا cause مال الفيفر infectious disinfection عادة responding الفيفر responding temperature responding لان المجاز، بس اذا كان مثلا underline disease serious مثل ايش؟ مثل leukemia lymphoma non infectious vasculitis مثلا ديزيز مثلا مالجنسي سوليد مالجنسي زين عاده ما يستجيب لي من الانتيبايوتيك او بسهوله زين. مثلا الاكوت فايرال انس بسرعه يستجيب من السبونج بات ويستجيب الانتيبايوتيك مثل براستامول، بينما اذر ديزيز مثلا اذر لان انفكشيوس ديزيز زين ما تستجيب سهوله زين. بعد من يقول له واحد عنده فيفر لازم اساله ايضا شنو هو الفيفر دائما عاده المريض شنو يصير عنده، اما رايجر او تشيلز زين. شنو تعريف رايجر يا هم عندكم؟ انا ضرب انا بدي قدامي اسماء هبه احمد والي رغدان علاوي محسن حسين طاهر حاتم ايات محسن جيال اسماء عاشور موسى عباس 1 2 3 6 ما بيطلع معكم واحد رايجر سامعين بها رايجر؟ ها هذا الوقت عين رايجر هو عباره عن شيكينج اوف ذا هاند، يعني واحد عنده رجافه سامع بها حراره، عند رجافه وياها سامعين بها ولا حراره وعند رجافه sometimes to the degree that the bed is shaken، يعني المريض shake himself زين يرجف وسعد رجافة، ولا درجة أنه إذا كانت الرايجر سفير لا درجة أنه السرير مالته يرجف وياه يعني يحرك السرير لهالدرجة زين. التشيلز شنو التشيلز؟ التشيلز هو عبارة عن شعور بالقشعريرة سامعين بيها، يصير عند الكومن كولد والفلو كاركترستيك كومن كولد والفلو، يعني واحد من يصير عنده كومن كولد وفيفر ما تصعد عاده من الكومن كولد ما تصعد، بس يصير عنده فيلينج اوف تشيلز زين، والانفلونزا ايضا الانفلونزا فيفر وياها تشيلز زين، يصير عنده شعور بالقشعريره نسميها زين يسموها تشيلز. اما اذا صارت القضيه شيكينج يعني مسل كونتراكشن وموفمنت اوف ذا ليمز
تحولت من تشيلز الى رايجر. زين رايجر الاهميه وما الاهميه كلش مهم رايجر. يعني اذا واحد عنده فيفر ان رايجر زين يختلف انه اذا واحد فيفر بدون رايجر يختلف الديفرنشال دايجنوز. اعطونا اكزامبل مثلا على فيفر ورايجر. ها دكتور الفيبرايل سيجر. ها فيبرايل سيجر لا مو خلي بالك انه هذا الرايجر مو هو السيجر. هذا مو يصل لمرحله الاختلاجات او الشمره او الصرع. لا الرايجر هو عباره عن يعني هو فيزيولوجيكال ريسبونس زي مصدر كونتراكشن بس مو يعني موفمنت شنيه exaggerated, excessive, but it is normal, not abnormal. إذا صار abnormal movement صار سيجر. صار عندنا سيجر مو سيجر هذا فيبرايل سيجر واحد موضوع ثاني. بس أي ممكن باركنسون ديزيز. باركنسون إحنا نحكي على كيس فيبرايل. باركنسون يسوي فيفر لا مو هيك. إذا واحد جاء فيفر ورايجر يعني صار تصعد قاعد وياها من تصعد تنتهي بيش تنتهي إنه المريض يرجف رجفة قوية وتنتهي تخلص مثلاً ورا ساعتين ساعات أربعة خمسة ترجع عند الفيفر وأيضاً تنتهي برايجر. هذا characteristic of certain disease. مثل قسم من الديزيز تسوي لنا فيفر ورايجر قسم متى ما تسوي لنا فيفر ورايجر يعني راح يفيدك بال differential diagnosis. The most important cause of fever and rigor هو الأبسس. abscess اللي هو يعني الخراجة anywhere خراجة وين ما كان مثل انتر ابدومين انتر ثراسك يعني بصدره بطنه خراجة أو الخراجة يصير عنده high grade fever toxicity وياها رايجر وبعدين الحرارة مالته تنزل وتصعد مرة ثانية إلى أنه يسوي له درينج يفتحون هاي الخراجة وين ما كان لازم يفتح وتطلع تتصرف زين يلا بعد ما يصير عنده fever رايجر يعني هذا كولكشن يسمونه بص زي ما زال هذا البص موجود راح المريض يصير عنده فيفر رايجر الى ان ينتهي بسبتسيميا لو يطلعون الخراجة زين ففيفر رايجر is characteristic of certain disease the most important of which and the most typical example is abscess. Another cause of fever and rigor طبعا typhoid fever enteric fever. Enteric fever اللي هو حمى typhoid طبعا عندنا احنا اندمك يعني منطقه معشعش بها التايفويد ومستوطن بها زين وقديم بها التايفويد بس يعني هو كاركترستيكلي سوي لنا فيفر ان رايجر زين بروسيلوس سوي لنا فيفر ان رايجر كولنجايتس سوي لنا فيفر ان رايجر زين كورونا فايروس ها كورونا فايروس لا لا يعني شكرا انه نبهتني الكورونا الفيروس الفيفر ان رايجر مو كاركترستيك اوف فايرال انفكشن. شوف هسه بالانفلونزا اذا واحد عندكم طايح بالانفلونزا ما يصير عنده رايجر يعني يصير عنده تشيلز رايجر صغير مو يصير عنده. الكوفيد 19 كورونا هم ما يصير عندهم رايجر زين الكورونا مو كاركترستيك سيمتومز يصير عندهم تشيلز زين اي فاذا في بعض انذر تيم ايضا اللي مهمه تعرفونها هو اكو هايبر بايركسيا واكو هايبر ثيرميا. ايش تعرفون عنها هذا اكو فيفر اكو هايبر بايركسيا. الهايبر بايركسيا هي نفس الفيفر اللي هي التمبرتشر تصعد اكثر من 40 من تصعد اكثر من 40 نسميها هايبر بايركسيا زين. الهايبر ثيرميا شنو هي؟ طبعا انتم لازم تكون باث اوف فيزيولوجي اوف فيفر. شلون يصير الفيفر ما شو الوقت ما يكفي حدا يحكي باث اوف فيزيولوجي اوف فيفر. بس اعطيكم نقطه مهمه انه المريض اللي هو فيبرايل في الفيفر الفيفر هو عباره عن فيزيولوجيكال ريسبونس مو باثولوجيكال. ترى مو باثولوجيكال يعني المريض اللي يصير عنده فيفر صاحي يعني الهايبرثالاموس مالته يشتغل. اكو يسمونه سيت بوينت ثرموستات. ثرموستات الهايبرثالاموس شلون الثرموستات مال المكيف زين من اي اي انفكشس ديزيز او ان انفكشس ديزيز انفيدنج ذا بودي يخترق الجسم راسا هذا الثرموستات يصعد من 37 اللي هو نورمال يصير 38 او يصير 39 هو يحدده
الهايبوثالاموس يصعد الست بوينت مالته يصعدها زين ويصير فيفر. فاذا الفيفر هو عباره عن فيزيولوجيكال ريسبونس اندر ذا كنترول اوف بودي. فيزيولوجيكال كنترول مو باثولوجيكال، مو تخبط او بشكل عمياوي او عشوائي. لكن الهايبرثيرمية، الهايبرثيرمية هو صح مريض يجي فيفر بس الفيفر مالته نوت اندر ذا كنترول اوف ذا هايبوثالاموس. وذلك this is a very serious cause of fever, fatal cause of fever, hyperthermia. يعني التمبريتشر تصعد وحدها not under the control of the hypothalamus, not يعني graded درجة درجة يصعدها الهايبوثالاموس. بعد الجسم يفقد السيطرة زين، فالجسم يقب يعني يحترق. يعني دكتور رأسا يصعد فوق الأربعين؟ عافية، رأسا أبو الهايبرثيرمية رأسا يصعد فوق الأربعين، يوصل لواحد وأربعين، 42 يوصل زين. Not under the control of the hypothalamus or the physiological. Example of hyperthermia مثل إيش؟ Heat stroke. ها؟ آه، very good. ضربة الشمس. ضربة الشمس عفوا، ضربة الشمس من يضربون أمونيا تصير ضربة الشمس في ستروك. يصعد فوق 40 41 بتنط اندر ذا كنترول اوف بودي، ومورتاليتي بي ريت ديث ريت بي عالي. طبعا قسم الانفكشن ديزيز اذا هي ان تريتد هاي زين ممكن تتحول الى هايبرثيرميا مثل المننجايتس. المننجايتس اذا ديليت تلقى 40 41 زين ام نوت اندر ذا كنترول اوف ذا بودي يقبنا زين. فالمصطلحات ايضا لازم تعرفونها. اذر ساين اند سيمتوم اسوشيتد وذ فيفر المهمه انه هو السكن راش، يعني فيفر ان راش ديسكالريشن اوف سكن بالديفرنشال دايجنوز تختلف عن اذا واحد فيفر ولا وذاوت راش زين. فيفر ان سكن راش، تعرفون سكن راش طفح جلدي، اكو ديسكالريشن مال سكن زين، ديستريبيوشن مالته تعرفونها بالجلديه اكثر الانواع السكن راش وهاي زين. يعني ديستريبيوشن مالته بالهاند بالليجز بالترانك زين. بس اذا نعطيكم اكزامبل تعرفتم انتم على هسه النولج مالكم بعد في نوت ماتشور، نوت ماتشور نوت ماتشوريتد يعني النولج بعدكم بعد هي ثيوري رادكم هواي حتى تكتب معلوماتكم. بس كشغلات برنسبل نعطيكم بها اكزامبلز زين وبعدين توسع معلوماتكم. مثل ايش في فيفراش؟ التايفود يمكن. يعني هسه اعطيكم اكزامبل، يعني هسه واحد يعني احنا نحكي ميديسن ادلت، واحد عمره 17 سنه اجاكم فيفر زين شورت الديوريشن ماكو ايام وياها جسمه يعني طقق زين طلع بيطفى طفح جلده زين. شنو يعني الواحد شو يفكر بيش؟ وي الفيفر يعني راش وي الفيفر زين. فبراير راش، فبراير راش يصير اكثر شيء بالاطفال مثلا. ميزلز اللي هو الحصبه او روبلة الحصبه الالمانيه مثلا، لان يسمونهن exanthematous disease. exanthem شنو؟ راش وفيفر، يعني راش فبراير راش، يعني راش appear coincidentally with the fever. تصعد عند الحرارة بنفس الوقت يطفح جسمه كله، هذا هو فبراير راش. exanthem يسمونه exanthem. راح تاخذونه موضوع الفيرولوجي بالخامس، وراح تاخذونه بالبيدياتر الباثولوجي تاخذونه زين، مثل ميزلز روبلة تشيكن بوكس يعني يسمونها بالعامية وخريان أو جدر الدجاج زين. هذا اكزامبل طبعا، هو اكو اكزامبلز كلش، هو اكو سيريس كوزز اوف فيفر ان راش، اكو سيريس كوز يعني مثل هيموراجيك فيفر هم النسفية اللي قليلة عندنا، مثل اكو منينجوكوكسيميا يعني مثلا يصير عنده راش باللورنم بالليك زين. الراش هو هيموراجيك بولي يصير عندهم وبتيكيا وايكوموسيس زين، والمريض فبرايل زين، هذا سيريس كوز زين. بس الكومون اكزامبل وبناين كوز مثل او فيفر راش هو فايرال انفكشن
زين طبعا حتى البكتيريا انفكشن وين معطي صيعتهم بيوم بيصيعتهم فيفر وراش يعني مثلا انتريك فيفر موضوع مهم وكمن يصيعتهم راش هم يصيعتهم راش بس ان كمن راش يسمونه روز سبوتس زين روز سبوتس روز يعني زهور زهري نقاط زهريه صيعتهم بالترنك بالابر ابدومن لوور تشيس طلعت النقاط الزهريه والمريض فبرايل هذا يعطيك تشخيص حتى ياخذون عنده كلتشر سنسيتيفيتي ياخذون عنده سواب يعزلون البكتيريا اللي يسمونها تايف يعزلوها من هذا الراش زين ويزرعونها ويشخصون زين ف شنو هم اي زين هسه شنو بعد عندكم سؤال استفسار ما منتظر العفو دكتور راح اسجل الحضور سلامتكم دكتور اذا واحد معكم عنده سؤال استفسار بعدكم 10 دقائق حد الوحدة؟ نعم دكتور. الفيفر وأنا أسألكم إذا واحد مثلاً فبرايل والبيشن بيل بالر تعرفون البالر هي as a sign مو شرط هي أنيميا بس most common يعني most common cause of بالر هو أنيميا زين بس مو كل واحد بير هو انيميك هاي راح تقولها بالكلينيكال براكتس يعني البالر كساين هي مجرد لون شحوبي شاحب زين شحوب بالجلد موست كومنلي هو انيميك البيشنت موست كومنلي صحيح بس مو كلهم زين يعني مثلا اذا واحد صار عنده بيرفال فيزا كونستريكشن مثلا جماعه الهارت فيلر او ديهايدريشن هايبوفوليميا زين سيعتهم بالر يصيرون بير بس مو واحد يعني هو بلوبي مات نورمال او حتى هاي مو انيميك بس اذا نحكي البالر اذا كان هو الكوز مالته انيميا زين يعني اذا نجمع فيفر وانيميا زين تصير بالانفكشس ديزيز تصير بالنون انفكشس ديزيز زين اذا جيكم واحد هيموغلوبين مالته 7 زين وعنده فيفر شلون راح تروح شنو هو السيريس كوز اللي شود بي اكسكلودد يعني يجب ان تستثنى ها يا هو معكم يجاوب فيفر زائد انيميا وين يروح بالكم اوستيايت بالعظم دكتور غير اوستيايتس اعتقد بيش الفيفر هلا لازم ما تخطي الشخص بيومه ما يبات تشخيص
شيء كومن بس سيريوس فيتال. ليوكيميا هيماتولوجيكال مالجنسي، هيماتولوجيكال مالجنسي مثل ليوكيميا مثل لنفوما. زين هذا ما ينخطأ. زين طبعا هستفني هنا انفكشيوس، قصد يعني مو اي فيفر يجيكم رأسا انت تقفل انه هذا انفكشيوس ديزيز، اكون انفكشيوس كوز. زين اوف فيفر، بس طبعا اكو انفكشيوس ديزيز تسوي فيفر وانيميا تسوي اللي مالت انيميا. مثل ايش تعرفون انه ديزيز يسوي انه فيفر ومالت انيميا؟ examples واحد يجي respiratory symptom prolong، يعني مثلا صار له شهرين يقحقح وعنده fever low grade وعنده night sweats، يعني night sweats sweating at night بالليل يعرق. زين وعنده loss of appetite وفتيجابلتي. زين weight loss وinfectious disease وكمون واندمك عندنا، ومن نسوي له complete blood count تلقى عنده هيموغلوبين مثلا مالته 10 11، يعني هو بالفي 112 وفوق مثل 113 وفوق مثلا، اذا هو 100 تلقى عنده 12 11 ونص مال انيميا. حتى تلقى بيل بس البالر مالته مال بالر، اذا البالر وذ انيميا يو هاف تو ثينك اي بالر وذ انيميا، طبعا اي بالر وذ فيبر يو هاف تو ثينك اباوت هيماتولوجيكال مالجنسي، ات از هيماتولوجيكال مالجنسي انتل بروفن اذروايز. بس other causes other than infectious disease other than يعني اكو infectious infection يستوينا ايضا فيبر وانيميا. زين مثل ما اكو non infectious cause مثل malignancy يستوينا فيبر وانيميا، اكو infectious cause يستوينا فيبر وانيميا. disease عندنا common endemic، يلا هاي خاتمة الموضوع. زين disease عندنا endemic عندنا يعني common عندنا يسوينا respiratory symptom prolong weight loss يصير مريض و systemic symptom عنده emaciation يعني. زين weight loss شو اسمه هذا disease infectious or respiratory TB ها TB very good excellent انها خاتمة جيدة tuberculosis مريضها يصير anemic و ماشيتد. زين وقت يوصلون عظم وجلد يعني لا ديليت دايجنوز لا ديليت. زين بينما هو الديزيز هو شنو كيورابل ديزيز. اذا عندكم اي سؤال او استفسار كم دقيقه باقيه شيء ما فاهمينه بالموضوع فاهمين اكثر من ما فاهمين لو ما فاهمين اكثر من ما فاهمين العفو دكتور بس سؤال الهايبرثيرميا يعني هي هايبل هايبوثالامس بس اللي جواها ذكرناها الهايبر بيركسيميا بيركسيميا دكتور هاي الاندرثالامس هايبر لا 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 حتى ما عندكم اشكال ما عندنا ثالامس وهايبوثالامس مش على هايبوثالامس نعم هايبر بايركسيا احنا الفيبر الاسم المصطلح الثاني هو بايركسيا بايركسيا معناته فيبر نفس المصطلح ونفس المعنى فهايبر بايركسيا هي نفس الفيبر بس الدقري تختلف يعني من تعبر ال40 نسميها هايبر بايركسيا طبعا من تعبر ال40 اكيد الكوز سيريوس يعني عاده زين يعني نفس الشيء شلون قلنا ناخذ انه هاي لو جريد وهاي جريد تحددنا السيريسنس اوف اندرلاين كوز فاذا عبرت ال40 هي هاي جريد بس اذا عبرت ال40 يصطلحون عليها يسمونها هايبر بايركسي فيفر واذا نقول فيفر معناته هو اندر ذا كنترول اوف هايبوثالامس مو ثالامس هايبوثالامس الهايبرثيرميا هو يعني انكريز بالتمبرتشر
بس ما نطلق عليه فيفر لانه يعني مو فيزيولوجيكال، مو اندر فيزيولوجيكال كنترول. الهايبوثالاموس يفقد السيطره على تنظيم الحراره مالت الجسم. زين تمام دكتور. الهايبرثيرمية شلون اقول هيستروك؟ اقول هيستروك اول اوف سدن حرارته 40 41 42 نوت اندر ذا كنترول اوف هايبوثالاموس. لهذا هسه مطبع تاخذ الفارماكولوجي حتى ما تفيد وياه براستول وبروفين ونبونس، ما تفيد وياه نوستيرون انفلامتوري دراج، لان يشتغل ايمن يشتغل عليه من البروستاجلاندين بالهايبوثالاموس. هذا اصلا الهايبرثيرمية هو اصلا مو من الهايبوثالاموس الحراره مالته. زين اكو جنريشن مال انفايرمنتال او اندوجينوس يعني كوز. احنا قلنا يعني شويه بعض الزوجمات التمبرتشر او الفيفر قاعد الموضوع وحده، بس تحفظونها انه الهايبرثيرمية انه هو انكريز بالتمبرتشر سواء كان الكوز اكسوجينوس او اندوجينوس، بس ات از نوت اندر ذا كنترول اوف ذا هايبوثالاموس. زين نوت اندر ذا كنترول اوف ذا هايبوثالاموس. ات از ا سيريس كوز هايبرثيرمية. قسم الانفكشن ديزيز سون هايبرثيرمية. الموست امبورتنت هو الانسفلايتس. الانسفلايتس والمنجايتس تسوي لنا هايبرثيرمية. زين حتى المريض ممكن ينصرف الحراره اذا خاصه اذا طفل، هاي نسميه فبرايل كونفولشن. زين بعد يعبد عندكم سؤال استفسار. انا اشوف ان الطلاب اللي اذا تسال، اذا الطالب اللي يسال معناته اكو فكره بباله، يعني معناته فاهم الموضوع، مو معناته ما فاهم الموضوع اللي يسال، بالعكس اللي يسال معناته اكو فكره تولدت بباله وسال. زين بينما اكو بيهم هو ما يسال لانه هو جزء اصلا ما الموضوع واضح ما خاشب بعقله. زين فما يسال، يعني مثلا هسه منتظر سال هذا السؤال، معناته هو جاي يسوي له بروسيسنج بباله، اكو اشكال عنده بي. زين بس هو فاهم باشياء كثيره لكن عنده اشكال. فيا معلمكم عنده سؤال استفسار، اذا ما عندكم قولوا له حتى روح. شكرا جزيلا. شكرا لكم دكتور، موفقين ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه.